السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن صحة وحال. النهاردة الحقيقة الفيديو مش متحضر، انا كنت في المكان الجميل دوت وحبيت اشارككم معايا وانا قاعد بتفرج على نزول المية من الشلالات. حبيت ان انا اتكلم معاكم في حاجة جت في دماغي النهاردة وبشوفها كتير جدا في العيادة وفي الطوارئ أنا وزملائي الأطباء. فجأة كلموني في الطوارئ: انزل يا دكتور في الطوارئ، في مريض أغمى عليه أو مرافق مريض أغمى عليه. نزلت لقيت المريض سليم الحمد لله، بس المرافق هو اللي مغمى عليه واقع على الأرض عرقان جدا، إغماء كامل، عرق غزير جدا. بصيت عليه، اسناله الضغط، لقينا الضغط واطي والنبض هادي وبطيء. ف قلت لهم هو كان واقف فين؟ قال كان واقف اثناء ما بنشك الابره للمريض اللي هو مرافق ليه، و اول ما شاف شكل الدم طالع في الابره فجأة أغمى عليه، وقع سريعة جدا على الأرض. فعرفت على طول إن دوت حاجة بتسميها فازوفيجال أتاك أو سينكوبال أتاك، وده نتيجة استحساس العصب الحائر. العصب الحائر هو أهم عصب من ال 12 عصب اللي بيغذوا الجسم الإنسان واللي نازلين من المخ، ورقمه 10، هم 12 عصب. العصب الحائر ليه فرع في منطقة الجلد بتاع خلف الأذن والقناة الأذنية الخارجية وفي الحنجرة، وفرع في القلب بيهدي ضربات القلب، وفرع مهم جدا في الجهاز الهضمي بيستحس تقريبا معظم الجهاز الهضمي او عند استحساسه بيؤدي الى اعراض عند الجهاز الهضمي. اعتبرناه اهم عصب في الاتناشر لانه بينقل كل حاجة، الاحساس والمشاعر والاحاسيس، و اشتغل على القلب قلنا، وضربات القلب بيهديها ويعمل هبوط في ضغط الدم، بيعمل اذا كان في مشاكل او قطع مشاكل في الجلد في منطقة الاذن بالذات، الم في الاذن او الم في الحنجرة او اعراض زي اللي حصلت لمرافق المريض اللي هو جاله هبوط مفاجئ اول ما شاف شكل الدم، ويؤدي إلى خوف مفاجئ وقلق مفاجئ وحالة من الهلع المفاجئ. وفي نفس الوقت تأثيره على الجهاز الهضمي بيعمل غثيان، دوخة، قولون عصبي، ارتجاع، إحساس إن الإنسان عاوز يرجع، آلام في البطن، عدم ارتياح في الإخراج، مشاكل كتيرة جدا بتحصل في الجهاز الهضمي. إذا العصب دوت بيكتسب زي ما قلنا أهميته في الأفرع الغريبة اللي بيبعتها لأجزاء غريبة جدا أو يعني مش متناسقة أوي من الجسم أو مش ماشية مع بعضها، اللي هي القلب والجهاز الهضمي والجلد والوجه والحنجرة والأشياء اللي زي دي. الإنسان بيحس إذا كان في مشاكل إن صوته مبحوح وبيصفر شوية، بيحس إن دايما جهازه الهضمي مش مظبوط، بيجيله إحساس بالخوف أو الهلع أو القرف من كل حاجة، وزنه ممكن ينزل، بيعرق عرق غزير في أوقات كتيرة، وممكن تجيله حالة من الهبوط المفاجئ ويقع زي ما حصل للمرافق
اخ اللي وقع في الطوارئ وكلمتكم عنه. تشخيصه عادة بنعرفه على طول من الأعراض وطبيعة شخصية الإنسان، وممكن يتعمل بعض الفحوصات عن طريق دكتور الأعصاب إذا كان في مشكلة كبيرة في العصب الحائر، عن طريق استحساسه، وعمل بعض الاختبارات أهمها حاجة اسمها الجاج ريفلكس أو رد الفعل اللي الإنسان عاوز يرجع إذا حطينا قطنة جوه الحنجرة أو حاجة زي كده. إذا جالك فجأة حالة من الهبوط مع عرق وعند التعرض لضغط نفسي شديد، أو حالة من التوتر الشديد مصاحبة بغثيان ودوخة وعدم انتظام في ضربات القلب أو هبوط في الضغط، اعرف ان انت عندك استحساس للعصب الحائر. دوت ممكن يحصل مرة واحدة في الحياة او مرة واحدة زي ما حصل للأخ اللي وقع في الطوارئ، وممكن يكون مزمن في بعض الناس نتيجة شخصيتهم القلقة، وان العصب الحائر دايما مستحس خاصة للناس اللي عندها ضغوط كتير. فإذا جات لك الأعراض دي ما تقلقش، لأن إحنا ساعات بنلجأ لبعض المهدئات التوتر ومهدئات القلق عشان نريح العصب الحائر، لأنه في النهاية عصب بينقل أحاسيس وبينقل حركة، وبينقل حركة لا إرادية في الجهاز الهضمي بالذات، فبنبقى عارفين إن دوت خارج عن إرادتك. ولكن حاول تعرف ان في حاجة اسمها العصب الحائر ورقمه 10 في الجسم، والعصب دوت بيعمل الاعراض اللي انا اتكلمت عليها. فاذا جات لك دوخة وغثيان واعراض جهاز هضمي مستمرة وصريحة، او بتيجي كلها مع بعضها، يعني يجي لك حالة مثلا عند ركوب مركب زي دوار البحر، او عند التعرض ل ازمه نفسيه شديده، او عند حالات القولون العصبي اذا كانت مزمنه معاك، فجاه بتسيب اللي معاك وبتدخل على السرير بتقول لهم انا دايخ وطايح ومش قادر اركز وحاسس احساس بالخوف الداخلي والهلع والقلق، فاعرف ان دوت استحساس العصب الحائر. علاجه على حسب، والله لو انت فهمت المشكلة علاجه بيبقى بسيط خلاص، ان انت عرفت المشكلة وهتتفاعل معاها عند حدوثها. انما مشكلته ان زي ما قلت لك ليه اعراض في القلب وليه اعراض في الجهاز الهضمي واعراض في الاذن، فاذا جالك دوخة ممكن يدخلك في متاهات وتروح لدكتور الاذن ودكتور الاعصاب. وإذا جالك أعراض جهاز هضمي قبل ما تفتكر إن في النهاية ده عصب حائر، هتفتكر إن عندك مشكلة عضوية في القولون. وإذا جالك مثلا عدم انتظام أو حالات هبوط متكررة، هتفتكر إن عندك مشاكل في القلب. لأ، أنا بطمنك إن العصب الحائر عصب بيعمل كل الأعراض دي. عادة ما بيأذيش الإنسان إلا إذا كان في إصابة مباشرة في العصب الحائر، إنما كل الأعراض اللي أنا كلمتها واللي بتحصل في الطوارئ كلمت عنها، أو بتحصل في الطوارئ أو بتحصل بصورة مزمنة، اعرف إن دي سببها استحساس للعصب الحائر نتيجة رؤية دم، قلق مفاجئ، تعرض لدوار مفاجئ في البحر. وطبيعة الشخصية طبعا هي اللي بتتحكم في معظم الموضوع، لأن في شخصيات عندها استعداد على طول للقلق والتوتر بأسباب جينية خارجة عن إرادتهم. فبقول لك ما تقلقش، في النهاية هو مش هيأذيك، وما سمعناش عن حد جات له فازوفيجال أتاك أو هبوط مفاجئ في الضغط نتيجة استحساس العصب الحائر إنه شاف موقف شديد عليه وجراله حاجة جديدة لا قدر الله. لأ، ده ربنا عامل الوقوع عشان الدورة الدموية ترجع للمخ ويرجع الإنسان طبيعي. كلمتين صراع قلناهم من المنظر الجميل دوت النهاردة عن العصب الحائر،
وحبيت ان انا استغل الفرصة واتكلم معاكم في الموضوع البسيط ده هو. واتمنى لكم كل الخير والسعادة، واشوفكم دايما على خير، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل جرس، وسلام عليكم.